العرسان حياة سعيدة قد تتخللها بعض المشاكل القانونية ولعدة أمور، هل تساءلت يوماً عن حلها؟ كونوا معنا عريسنا وعروستنا مع المحامي محمد البازي. كل رجل يفكر بالزواج لابد له من أن يخضع لعدة تساؤلات هواية، اللي هي شلون أقنع مرت الأولى بالزواج من الثانية، وإذا كانت اللي يريد الزواج عليها الثالثة فهنا متوقع حدوث حرب عالمية ثالثة، وتعال منين أبلش وياها حتى أقنعها أنه أنا أريد أتزوج، وبيا وسيلة أقدر أثبت أنه أنا فعلا أريد أتزوج. مع كل هاي التساؤلات اللي انسألت نشوف الزوج شلون يتغلب على الزوجة الأولى ويقدر يتزوج، ونشوف ايش راح يسوي بعدين من إجراءات أمام القاضي حتى يوافق أو ما يوافق، حتى لا تصير حرب عالمية ثالثة لا سامح الله. وخلي نشوف، يحدث في واقع الزواج هواية أمور، منها أنه عدم موافقة الزوجة الأولى بالزواج من الثانية. فعنواننا لحلقة هذا اليوم هو عدم موافقة الزوجة الأولى بالزواج من الثانية. فمعلومة تقول في قانون الأحوال الشخصية بأنه لا يستطيع الزوج الزواج بالثانية ما لم توافق الأولى. طبعا هاي الفقرة غير موجودة تقريبا في الواقع العملي. هنا القاضي يدز على الزوجة الأولى ويقول لها أنه أنت موافقة من الزوجة الثانية أم غير موافقة. فإذا قالت ثاني غير موافقة، هنا مو معنات ما راح يعقد للزوج بالزوجة الثانية، لا أكيد يعقد له. لكن إذا كانت هنالك مصلحة غير مشروعة للزوجة من عدم الموافقة، مثلا قالت لا أنا مو موافقة وهي مريضة وأكو فتشي يثبت للقاضي بأنه مريضة، مثلا تقرير طبي لإصابتها بمرض معين، وتجي وتقول للقاضي لا والله أنا ما أقبل يتزوج زوجي علي، لأن ماكو مرة تقبل. فبالتالي القاضي راح يغلب مصلحة الزوج على مصلحة الزوجة اللي هي مريضة وقالت لا أنا ما أقبل يتزوج زوجي علي، بالتالي هناك مصلحة مشروعة للزوج بالزوجة من الثانية. مع كل هاي التفاصيل اللي حكيناها، الزوج شو يسوي إجراءات بالمحكمة حتى يتزوج من الثانية؟ فيروح الزوج للقاضي بعد ما يقدم الطلب بالمنح من الزواج من الثانية. فهنا القاضي راح يمهل الزوجة الأولى مدة 7 أيام، فإذا حضرت أكيد القاضي راح يسألها إذا كفت سبب معين أو مصلحة مشروعة، وإذا ما حضرت للقاضي خلال 7 أيام فهنا تعتبر موافقة ضمنية، وبالتالي راح يقدلها بشكل صحيح إذا كان المراد بالزواج من امرأة ثانية أو ثالثة وكانت أرملة، فهنا ما تحتاج موافقة وكأنما يعتبر عقد أول، هنا الأرملة وليس المطلقة. فهاي الإجراءات هي كلش حلوة وبسيطة وكثيرة الوقوع بالمحاكم.